بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك سبحانك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. سبحانك سبحانك، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فكيف يغفل عنه بعد هذا، أم كيف يجحده الجاحد؟ والكون مفروش بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي، بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح داهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام، بلا اصطدام من يقود خطاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا،
وقل للشهد من حلاك. الله الله في كل الحقائق ماثل، إن لم تكن تراه فهو يراك. وأشهد أن القائد والقدوة الذي لا قائد سواه ولا قدوة إلاه محمد رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه، أرسله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. يا سيد الرسل يا سيد الرسل، طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد، أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، حق لناقوس الخطر أن يدق، وحق للنذير العريان أن يصرخ في هذه الأمة، وحق لكل حريص على أمته أن يتحرك سريعا وأن ينفر بكل ما أوتي من قوة. ونحن نرى بأن أسراب الذئاب أحاطت إحاطة كاملة بما تبقى من أراضي المسلمين وبلادهم التي ما زالت تعيش أمنها واستقرارها وتمسكها ووحدتها. إنهم يسارعون الخطى ويعجلون دولاب التآمر من أجل الإجهاز على ما تبقى من هذه الأمة. يا عباد الله، تلفتوا حولكم، أو عاد الأمر يحتاج إلى كلام؟ أو عادت الحقائق الساطعة الناصعة الواضحة تحتاج إلى تدليل وبيان؟ أو عادت المؤامرة وهي تسفر عن نفسها بأخطر صورها تحتاج منا إلى حجج وبراهين؟ ولكن لقد أسمعت إذ ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. لا أدري هل أصاب الأمة داء الوهن الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، كثير، مليار ونصف، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. هل يا ترى هذا الداء الوبيل وهذا المرض الخطير أحكم سيطرته على أبناء الأمة حتى ما عدت تجد بينهم مشافى أو معافى، ينهض غيورا ويتحرك أسدا هصورا في وقت تسلب فيه أرض وينتهك فيه عرض وتنهش ذئاب وكلاب الكفر من أجساد صغارنا ونسائنا في كل مكان؟ هل يا ترى أصاب الأمة مرض الفلسفة ليذلها والتبرير لعارها والرضا بشنارها والقبول بواقع تبعيتها المذل المهين حتى ما عادوا يجدون ألما لما يعيشون أو يجدون حرقة لما يرون؟ هل يا ترى أصاب الأمة داء الانقسام والافتراق والتمزق حتى ما عاد يجمع شتاتها خيط ناظم ولا يوحد صفها عدو مهاجم ولا ينهضها صرخة حر غيور؟ فهي تسمع بآذانها ولكن القلوب في غفلة وعماء. هل يا ترى بلغ التعلق بالفانيات وماديات الدنيا الزائلة وبهرجها الراحل المنتهي بلغ حداً بأن أبصارنا بل بصائرنا ما عادت ترى ساعة الموت القادمة وما عادت توقن أن هناك آخر بعد هذه الدنيا؟ فصارت عمارتنا وبنياننا وعملنا وجدنا وتضحياتنا وبذلنا وهدر أوقاتنا وأعمارنا في سبيل الدنيا تحصيل مالها ورفع بنيانها والتكالب على ملذاتها والتحصل على شهواتها من زينة ومتاع ظاهر وحسب. ما الذي جرى يا عباد الله؟ ما الذي أصاب أمة العز؟ ما الذي أصاب أمة الخيرية؟ ما الذي أصاب أمة الوحدة والاعتصام؟ ما الذي أصاب هذه الأمة التي كانت إلى عهد قريب تسود وتقود وتملك الأرض بين المحيطين ويرهبها من بأقطارها من مشرق الأرض إلى مغربها؟ ما الذي أصاب هذه الأمة التي امتد نورها إلى قلب أوروبا فتحا وإلى قلب الصين انتصارا وفي بلاد الهند إنقاذا لبني الإنسان؟ ما الذي أصاب هذه الأمة التي استطاعت في 50 سنة فقط من عمرها، في 50 سنة، أن ترفع راياتها خلف المحيطات وأن تتحرك أساطيلها فوق موج البحار وأن توصل نورها إلى قمم الجبال وبطون الأودية، فأزالت ممالك للطغاة وهدمت صروحا للمتألهين وقضت على حضارات بادت بعد أن سادت ورفعت راية الحق والعدل والمساواة وأنصفت الإنسانية في كل مكان؟ ما الذي أصابها حتى لا نرى الانفجارات إلا في بلاد المسلمين والانقسامات إلا في بلاد المسلمين
والموت الزؤام المجاني والتوابيت الجنائزية تحصد المئات في كل يوم إلا في بلاد المسلمين. نرى الذل في بلاد المسلمين، نرى سير الدم الدفاق في بلاد المسلمين، نرى أساطيل الأعداء على شطآننا، نرى جيوشهم في بلادنا، نرى أحرارنا في معتقلاتهم ولا نملك لهم شيئا، نرى العرض يسلب ويغتصب، نرى المقدس يئن ويبكي، ولكن لا حراك، لا حراك، بل الداء الوبيل. والأخطر من هذا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ لا تقوم الساعة حتى يأتي زمان على أمتي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤمن فيه الخائن ويتكلم الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر الناس أو يفصل في أمر الناس. يا عباد الله انظروا حولكم، ألا يكذب كل صادق؟ ألا يصدق كل كاذب؟ ألا يخون كل أمين؟ ألا يؤمن كل خائن؟ انظروا حولكم يا عباد الله، هذه الأمة بلغت درجة من واقعها المؤلم بأنها ما عادت تريد أن تسمع ما ينهضها، ما عادت تريد أن تنظر في مرآة الحقيقة يوم نضعها أمام وجهها، ما عادت تريد أن ترى إلا نطاقها الضيق، دائرة أنانيتها وشخصانيتها. كل منا يعيش لنفسه وشهواته وملذاته، فإذا استشعر ولو على بعد 1000 كيلومتر أني ممكن أن يصيب وجع راس فقط، ممكن يعالج بإسبرين من وراء خدمة دينه أو من وراء حمل الأمانة، تراه ابتعد 1000 كيلومتر. يا عباد الله، أحكم الطوق علينا والأمة بماذا انشغلت؟ أو أحدثكم عن شيبها الذين ما عادوا يعرفون من الدين إلا قشورا وصورا من أنماط التعبد، يظنون أنهم فعلوا كل ما عليهم. الشيب أين أنتم يا عباد الله؟ أين أنتم من أبي طلحة الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد الأعداء معك ولكن أبنائي يمنعونني؟ فجيء بالأبناء فقالوا: لماذا تمنعون أباكم وقد تجاوز 70 من عمره؟ قالوا: يا رسول الله، إنه شيخ كبير وإنه ذا مرض وهو من أهل الأعذار فهو أعرج، والله عز وجل يقول: وليس على الأعرج حرج. فصرخ أبو طلحة الكبير المسن الأعرج، لكن الذي ملأ الإيمان قلبه وفهم الإسلام فهما صحيحا، قال: يا رسول الله، وما يضرهم لو أنني وطأت بعرجتي هذه أرض الجنة؟ وما يضرهم لو أنني وطأت بعرجتي هذه أرض الجنة؟ فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خلوا بينه وبين ما يريد، فقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، ولقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وبشر أبناه بأنه يطأ أرض الجنة بعرجته هذه. أو أحدثكم عن شبابها وشبابها الآن ما بين تشفيط بالسيارات وسماع للموسيقى والأغنيات وركض وراء لهاث الشهوات
ووقوع في براثن الحبوب والمخدرات، وضياع الأوقات في المقاصف والملاهي والسينمات. أحدثكم عن شباب الأمة؟ لا أريد الحديث، سأخذ بأيديكم وأجري جولة سريعة في وقت صلاة الجمعة، في وقت صلاة الجمعة، وانظروا أين شباب الأمة، إما على لهو أو في ملعب كرة أو على مقصف أو جماعات تنتشر هنا وهناك بلا هدف ولا غاية ولا قضية. أحدثكم عن نسائها إلا من رحم؟ ونحن نصلي الآن تقبع أغلب النساء إما أمام المسلسلات أو تحضير الأطعمة والتفنن فيها، وبعد ذلك من رسالة لا تعرف، لا تحسن إعداد جيل، ولا تعرف تربية أسرة، وكيف لها أن تصنع جيل عزة وهي لم تربى على يد زوجها، وهي لم تعد على يد أبيها. وإذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أبلغ اهتمام تفكر به النساء صالونات التجميل ودور الأزياء وأنواع الطعام والشراب وأنواع الزينة والبهجة، وأين سنمضي الأمسية وأين سنمضي وقت الراحة وأين السهرة وأين اللقاء. يا عباد الله، أصرخ وأتألم وأتكلم هذا لأنني أرى بأن الطوق قد أحكم تماما. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ إن اللعبة مرسومة بفن. صراع سني شيعي بلغ أوجه في العراق، يريدونه أن ينسحب على كل المنطقة وبدأ ينسحب. وصراع إسلامي مسيحي رتبت فصوله في لبنان بعد اغتيال بئر الجميل، ونسبت القضية مباشرة إلى سوريا، فالتهمة دائما جاهزة، وبدأ الآن يأخذ أطواره. ومن يتابع الآن فضائية المستقبل أو الـ LBC أو الـ AMB أو الفضاء أو الحرة يرى أي زخم وتسارع لإيجاد صراع إسلامي مسيحي في المنطقة، صراع مسلح. أتعلمون يا عباد الله بأن قوات اليونوفيل في لبنان التي جاءت على زعم بأنها لفض الاشتباك وأنها لحفظ السلام جاءت وتحت رايات دخولها الدولي، أدخلت إلى أماكن النصارى في لبنان أطنانا من الأسلحة وألوانا من العتاد لكي يكونوا في مساواة حزب الله في القوة والتسلح، تمهيدا لصراع إسلامي مسيحي تعد فصوله والأمة تشرذم بعدها. أم أحدثكم عن صراع عربي كردي يعد في الشمال ويريدون سحبه إلى الجزيرة السورية؟ أم أحدثكم عن خيانة تعد أوراقها في الأردن؟ أم أحدثكم عن صفقة بيع لرؤوس كل واحد منكم يا أرض الشام أعدت في دول الخليج التآمرية وفي مصر الكلالة وللأسف؟ أم أحدثكم عن جنرالات الجيش التركي وقد كشفوا بعض أوراق المؤامرة لجعل الأراضي التركية ممرا لقوات أوروبية وأمريكية دولية قادمة لإحكام آخر جبهة من جبهات الحصار الشمال السوري؟ أحدثكم عن ماذا والأمة سادرة والأمة غافلة والأمة لا تعي ماذا يجري وماذا يدبر لها؟ يا عباد الله، صرخت تكرارا ومرارا بأن دورنا الآن صار رقم واحد على لائحة الذبح، أن بلدنا الآن رقم واحد على لائحة الاستهداف، أنكم شيبا وشبابا ورجالا ونساء الآن تعتبرون نعاجا ودجاجا سندخل أفران تآمرهم ومؤامراتهم، فإن لم يقتلونا بأسلحتهم سيقتل بعضنا بعضا بمؤامراتهم بفتنهم التي يعدونها. أم أحدثكم عن معارضة قبعت في حضن أمريكا وبريطانيا وتأخذ تمويلها من تل أبيب، بدأت الآن تسرع وتيرة استعدائها على البلد، ويصرخ أربابها باسم الوطن والوطنية وباسم الأمة والناس والمجتمع، تصرخ الآن في عدو الأمة أن يحرك آلياته طيرانا ودبابات وعتاد وأموال لضرب البلد والإجهاز عليه.
عما أحدثكم، والأمة في تيح، في ضياع، شيبها وشبابها، رجالها ونساؤها. عما أحدثكم، عما أحدثكم، لكن لا أملك إلا أن أردد مع ذاك الذي نصح قومه فلم يستجيبوا وندموا بعد فوات الأوان. أردد: نصحتهم نصحي بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. نصحتهم نصحي بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. قوموا يا عباد الله، تحركوا، فلم يفت الأوان. إي والله لم يفت الأوان على أن نبدأ حراكا سريعا. أولا نوجد التوازن والسلام الداخلي داخل كل واحد منا، فتحدد هويتك، حدد قضيتك، حدد من أنت، إلى من تنتمي، لمن ولاؤك ووفاؤك. قم يا عبد الله، قم راجع حساباتك في لحظة من لحظات سكونك وصحوك وانتباهك. قم وقف في الثغر الذي يجب أن تقف فيه وأدي الدور الذي يطلب منك. قم يا عبد الله، فأنت جزء من أمة مهددة بضياع، ستقلع جذورها ويهدم ما تبقى من أصولها. قم، فما زال المجال مفتوح لأن تأخذ دورك وتعذر بين يدي الله، تعذر بين يدي الله. فيكفيك أنك إن لم تنجو في الدنيا تنجو يوم القيامة بأنك بلغت وأنك أديت وأنك قمت بما يجب، وإلا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نحتاج ابتداء إلى سلام داخلي. راجع حساباتك إلى الآن، كم عمرك؟ 60 70 40 30 20، إلى الآن ما هو برنامج عملك؟ ماذا قدمت للأمة؟ ما هي دلائل انتمائك لها؟ كيف عشت العمر؟ بإيش أنفقته؟ عمرك إلى الآن بماذا أنفقته؟ ماذا حصلت؟ على ماذا حصلت؟ وإلى أين ستمضي؟ ما تبقى من العمر كيف سينفق؟ راجع حساباتك، راجع حساباتك، وانظر لواقع الأمة الجريحة الذبيحة حولك لتعرف أي تقصير وقع فيه المليار والنصف مسلم. ثم نحتاج ثانيا إلى محاولات لم شمل، إلى محاولات اجتماع كلمة على كل الأصعدة والميادين. تعالوا نتلاقى يا إخوتي، تعالوا نتدارس، تعالوا نتناصح، تعالوا نلتف حول كل حر يريد أن يأخذ بأيدينا إلى بر الأمان وشاطئ السلامة. تعالوا يا عباد الله نقرب في وجهات النظر، وخصوصا المحسوبين على الإسلام وأهله وعلى العمل الإسلامي وساحاته. ما بالكم، ما بالكم، إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة. إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة. إلام يكيد بعضكم لبعض وتلقون العداوة والخصام، وهذا الكون في شذر إليكم يدور بعينه يبغي إماما. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كفانا جماعات، كفانا طرق وتيارات، كفانا انقسامات، كفانا ولاء للمشيخات. إننا كلنا تحت قبة السماء الواحدة ونستهدف من عدو واحد، فإن لم يجتمع شملنا الآن فمتى، وإن لم توحدنا الآلام فمتى، إن لم تجمعنا الجراح فمتى، متى يا عباد الله، متى، متى؟ كل يسقط الآخر، وكل يشكك في الآخر، وكل يريد أن يأخذ زبائن الآخر. إنها ليست سوق للمنافسة التجارية، إنها ساحة لجمع الأمة المحمدية قبل فوات الأوان. تعالوا، تعالوا، فما أكثر القواسم المشتركة التي تجمع بيننا، ولو لم يكن منها إلا خندق المواجهة يكفينا، يكفينا يا عباد الله. جمعوا الطاقات، رصوا الصفوف، وحدوا الكلمة، تقاربوا، أحسنوا الظن ببعضكم، تمسكوا وتماسكوا، تصالحوا وتصافحوا،
فإني والله أخشى عليكم قبل منبلج الدجى طوفان نوح. تعالوا نعد الأسر، تعالوا نغير نظام أسرنا، تعالوا نجعلها أسرا مهتمة، أسرا متابعة. ثقفوا أبناءكم ثقافة الواقع، ثقفوا أبناءكم ثقافة سياسية تبصرهم بما هو مقبل عليهم. عمقوا الإيمان في قلوبهم، ازرعوا هم الأمة في نفوسهم، أشعروهم بأنهم على ثغر ولهم دور، واجعل من أبنائك جيل النصر الآتي، واعمل على أن يكونوا كذلك. وقل لأبنائك ثكلتكم إن لم تكونوا أنتم حماة الأمة والأرض والعرض والدين والمقدس. أعيدوا صناعة أسركم، أعيدوها على الأمور الجادة، أعيدوا ترتيبها على المبادئ السامية والأهداف الكبرى. ثم تعالوا أخيرا نتفق على أمر أساسي. الوقت الذي نمر فيه والمرحلة التي تأتي الآن على هذه الأمة عموما والبلدة هذه خصوصا، ليس فيها وقت لفتح حسابات، وليس مجالها لتدقيق السجلات، وليس هذا أوان أن نختلف أو نتخالف، إنما يجب أن نلتقي ونتحالف. أياً كان توجه القوى الموجودة، وأياً كان مبادئ الشرائح الموجودة، إننا يجب أن نتكتل، يجب أن نتجمع، يجب أن نتوحد، وأن لا نمرر الفتنة سواء بصراعها المسيحي الإسلامي، أو بصراعها السني الشيعي، أو بصراعها العربي الكردي، أو أن نمرر أوراق المعارضة التآمرية فتقتنص شبابنا وأجيالنا وخصوصا المثقفين. إنه وقت الوقفة الجادة للذود عن الأمة والدفاع عما تبقى فيها. اللهم إني هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيًا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر لك بين يديك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم يا من رددت موسى إلى أمه كي تقر عينها، ويا من رددت يوسف إلى أبيه بعد طول غياب، رد هذه الأمة إلى رحاب دينها ردا جميلا، رد شبابنا إلى إسلامهم ردا جميلا، رد بناتنا إلى عفافهن ردا جميلا، رد أسرنا إلى قرآنك وإسلامك ردا جميلا. اللهم يا سامع كل شكوى، يا صارف كل بلوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، كيف ننفضح وأنت الستار؟
كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ يا دائما لا فناء ولا زوال لملكه، تداركنا بلطفك فإنا ضعفاء وأنت القوي، وإنا فقراء وأنت الغني، وإنا مغلوبون وأنت النصير، وإنا عاجزون وأنت على كل شيء قدير. اللهم علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، قد ترى ما حل بنا وما نزل بأرضنا، فأغثنا يا غياث المستغيثين، أغثنا يا ظهير اللاجئين، أغثنا يا صريخ المكروبين، أغثنا يا نصير العاجزين، أغثنا يا رب السماوات والأراضين. اللهم يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأراضين والسماوات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل لنا سيئاتنا حسنات، تقبل من هذه الأمة صالح عملها، وتجاوز عن سيء أعمالها وأخلاقها، عاملنا بكرمك لا بلؤمنا، وبإحسانك لا بإساءاتنا، وبما أنت أهله لا بما نحن أهله، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإجابة دعائنا ورجائنا يا الله. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا يا رب؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. نسألك غيرتك وغارتك، نسألك غيرتك وغارتك، نسألك غيرتك وغارتك. أدرك هذه الأمة، أغث هذه الأمة، أعن هذه الأمة ولا تعن عليها، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين. أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين. يا الله يا الله، إخواننا في العراق يذبحون وفي فلسطين يقتلون. يا الله يا الله، بلغ السيل الزبا وتجاوز أعداؤنا كل حد، هدموا ديارنا يا رب، ذبحوا أطفالنا يا رب، قتلوا نساءنا يا رب، سجنوا أحرارنا يا رب، داسوا قرآننا يا رب، سبوا نبينا يا رب، أراقوا دماءنا يا رب، أخذوا مقدساتنا يا رب، احتلوا أرضنا يا رب، انتهكوا عرضنا يا رب. يا رب يا رب، ما عاد لها سواك، ليس لها من دونك كاشفة. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، ليس من أجل القاعدين ولا المتثاقلين ولا المتخاذلين، إنما من أجل صرخات اليتامى وأنات الأيامى وبكاء القدس والمسرى وأنين العراق الجريح. كرامة لدم الشهداء، كرامة لدم الشهداء في كل أرض. يا رب يا الله، لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، اجعلهم لمن خلفهم آية. أصلحنا واجعلنا محلا لنصرتك، واجعلنا أهلا لتأييدك، واجعل جيلنا هذا هو الجيل الذي يرفع الراية بعد تهاويها ويحقق الغاية بعد تناسيها. اجمع بين كلمة الحاكم والمحكوم، واحد بين أبناء هذه الأمة، اجمع شتاتها. اللهم احفظ هذه البلدة ورد عنها غائلة الغدر،
احفظ سوريا واجعلها قلعة لانطلاقة النصر. اللهم اصلح من فيها قائدا ومقودا، اللهم اصلح من فيها قائدا ومقودا. اللهم وفق عبدك هذا الذي وليته امرنا الى ان يقودنا الى العز والنصر والتمكين. اللهم يا رب هيئ له البطانة الصالحة التي تزين له الخير وتحضه عليه، وأبعد عنه بطانة السوء التي تزين له الشر وتحضه عليه. اللهم خذ بناصيته، وخذ بقلبه، وخذ بيده ورجله حتى يسير في طريق مرضاتك، واجعله سببا لنصرة الأمة في زمن الانكسار والتخاذل يا رباه. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ندعوكم غدا بعد صلاة العشاء إلى حضور محاضرة بعنوان صرخات في وجوه اليائسين، صرخات في وجوه اليائسين، نظرة واقعية وتحليل للمعطيات من أجل أن نوقن بأن المستقبل القريب لنا رغم أنف أعدائنا. فإذا كانت فورة المنبر عرض العلة، فإن هدوء المحاضرة غدا لرسم المنهج ولتعميق الأمل واليقين. وسيسبق المحاضرة أيها الأحبة لوحة مسرحية بعنوان سوريا وذئب يوسف. يقال الذئب أكل يوسف والذئب بريء. فلوحة مسرحية سيؤديها شباب فرقة مسرح غرباء الشام بعنوان سوريا وذئب يوسف، ستكون قبل المحاضرة، والمحاضرة ستكون في قاعة جامع الإيمان تحت هذا المصلى إن شاء الله. لقاؤنا إذن بكم غدا بعد صلاة العشاء. أقم الصلاة.